حياكم الله لما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أكد خبراء اقتصاديون أن سبب تأخير إطلاق الموازنة الاستثمارية لا علاقة له بالنقد أو ما يعرف بالكاش، فالحكومة تمتلك الدولار وتبيعه للبنك المركزي. ورجح الخبراء أن سبب إطلاق تأخير الموازنة الاستثمارية يعود إلى أمور أخرى قد تكون سياسية، خاصة مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات، مشيرين إلى وجود كتل وأحزاب وقوى مسيطرة على المحافظات، خصوصا مع ترشيح 10 محافظين واحتمالية أن يتم استغلال المشاريع لأغراض انتخابية وكسب الأصوات بوعود ودعايات انتخابية لتنفيذ مشاريع وتبليط طرق وما شابه ذلك. قال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في كردستان العراق أريان أحمد مصطفى، قال إن عدد العمال الأجانب المسجلين في الوزارة يبلغ 8000 عامل. وأضاف المتحدث أن هذا الرقم يشمل عمال النظافة ومدبري المنازل الذين تأتي بهم الشركات من آسيا وأفريقيا، فالعديد منهم لا يعمل بصورة قانونية. وأشار إلى أن الوزارة فرضت نسبة 70% من العمال على أن يكونوا من كردستان العراق في أي مشروع استثماري، و 30% من الأجانب. ويصل عدد العمال الأجانب في كردستان العراق إلى أكثر من 37,000 عاملا بحسب إحصاءات غير رسمية. وجهت هيئة الإعلام والاتصالات بإيقاف بيع وتداول أي شرائح جديدة لشركة كورك للاتصالات وقطع ترابطها البيني مع الشركات العاملة في البلاد خلال 10 أيام من تاريخ اليوم. وقالت الهيئة إن قرارها جاء بسبب انتهاء رخص هذه الشرائح منذ شهر آب من العام الماضي، وبسبب عدم تسديدها للمبالغ المالية الكبيرة المترتبة بذمتها. وأكدت الهيئة أن من يخالف هذه التوجيهات من الوكلاء ونقاط البيع سيتعرض للمساءلة القانونية، حيث سيتم قطع الترابط البيني بين شركة كورك تيليكوم وشركات الهاتف النقال العاملة في البلاد خلال 10 أيام من تاريخ اليوم. احتل العراق المرتبة 9 عربياً باستيراد الدجاج البرازيلي في عام 2022 بحسب رابطة ABBI لمنتجي اللحوم في البرازيل. وقالت الرابطة إن العراق جاء في المركز 9 بكمية استيراد تجاوزت 59,000 طن من الدجاج البرازيلي في عام 2022. وبحسب البيانات فإن الدول العربية استحوذت على نحو 30% من إجمالي صادرات البرازيل من الدجاج خلال العام الماضي. وفي خبرنا الأخير، شكا بائعو الخضروات في كربلاء والنجف وواسط من الآثار السلبية للسياسات الخاطئة لوزارة الزراعة بشأن المحاصيل الزراعية، لا سيما محصول الطماطم. وأكد البائعون أن قرار الوزارة بإعادة فتح استيراد الطماطم من إيران سيضر كثيراً بمحصول الطماطم المنتج في النجف وكربلاء الذي سينزل للأسواق في غضون 2 أسبوع، وبعده سيأتي محصول الزبير من محافظة البصرة. وطلب البائعون الجهات الحكومية بحماية المنتج المحلي وعدم إغراق الأسواق بالمحاصيل المستوردة التي تدمر مصادر أرزاق البائعين والفلاحين في البلاد. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.